Bonjour, aujourd'hui nous allons ensemble apprendre à bien faire un plan pour écrire un texte argumentatif ou une expression écrite. Donc, كلام موجه للجميع وبالخصوص لطلبة البكالوريا الذين حسب تجربتي يعانون كثيرا من ce qu'on appelle l'expression écrite. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un texte argumentatif. Donc, pour l'écrire, il faut un plan. D'ailleurs, Inch'Allah, j'ai prévu, je vais dire, un ou yakum, le texte tajribi, que tu vois ensemble, Inch'Allah, mais là, je vous donne le plan, je vais vous donner une fikra, qui va se faire, on va dire, chez Tars, on va dire, fichier, ou les chasses, on va dire, deux autres Tars, qu'on fait tajrib, Inch'Allah. Alors, écrire un texte argumentatif, il faudrait un plan à trois, introduction, développement et conclusion. Il faut savoir l'utiliser, la développer et la maîtriser. Alors, l'introduction, pardon. L'introduction, انك تعطي الراي ديالك في الانترودكسيون يعني في المقدمه كتدخل كتعطي الراي ديالك دونك تي باتو غاشي سي اون يعني غتخسر كل شيء دونك بروميير دي شوز كيل فو فير سي ايفيتي دو دوني سون افي في الانترودكسيون دوزيام شوز il faut pas que cette introduction ne doit pas être trop longue المقدمه ما خصهاش تكون طويله بزاف ثالثا يعني تكون واحد الباراغراف فقره فيها 5 و 6 لين با بلوس فاش ما كدير في الانترودكسيون في الانترودكسيون كتقدم لو سوجي بطريقتك انت الخاصه ثم تقدم المشكل لا بروبليماتيك اللي غادي تهضر عليها ثم تبوزي لي كيسيون باش علاش كتبوزي لا كيسيون سي مثلا كتهضر على مشكل ديال جو سي با مثلا وسائل الاتصال في العالم وفي المغرب بصفه خاصه كتبوزي لا كيسيون اسكو مثلا هذا التطور ديال وسائل التواصل في الانترنت نفعنا او عنده جوانب مضره باغ اكزومبل اسكو لي مويان دو كومونيكاسيون او ماروك اون روندي بوكو دو سيرفيس ا نوتر جونيس او بيان لي اون كوزي بوكو دو بروبليم ولا الرأي ديالك انت ما تقولوش غير كتبريزونتي تحط لا كيستيون باش تبريباري اشنو لو ديفلوبمون ديالك كتشوق القارئ ديالك اللي هو بين قوسين الكوريكتور دونك لا اون بون انتروداكسيون كتعطي اون بون امبرسيون او كوريكتور مقدمة مزيانة كتعطي واحد الانتباه زوين لذاك المصحح ثم ديفلوبمون دونك انونسيتي لا بروبليماتيك دو ديفلوبمون هنا كل باراغراف كل فقره كتعطيها ايدي فكره عندك فكره مثلا لو بوغ اي لو كونتر اللي هما مع هذا الراي واللي هما مع الراي الاخر دونك كل باراغراف فكره هنا شنو كتحتاج كتحتاج لي كونيكتور لوجيك كلمات الربط اللي غادي نديروهم قبل ما نديرو كيما قلت لكم الدرس تجريبي دون لوكال اون فا اكخيغ غنكتب قدامكم ان تكست ارغيمونتاتيف على ان سوجي شوازي اللي كيكون حالة غالبا داز ديجا في شي بكالوريا قديمه الوغ هنا لي كونيكتور لوجيك لازم تعرفهم وتعرف تستعملهم نحاول نديرهم في واحد الدرس غدا ان شاء الله الا امكن لنا ذلك بالديتاي ونترجمي بالعربيه باش يجيكم ساهلين فهمهم وكيفاش نستعملهم ومتى ثم دونك قلنا كل باراغراف عنده فكره غالبا تيكون ديال اللي معاه واللي ضد لي كونيكتور لوجيك باش تربط ما بين الفكرات ما بين الجمل ثم لي زارغومون مي كتبغي تقنع خاصك لي زارغومون وهاد لي زارغومون خصهم لي زيكزومبل تعطي دعمهم لانه انت كتقنع ثم لا كونكلوزيون لا كونكلوزيون هي لا سينتيز ديال ديفلوبمون ثم تعطي لو بوان دو في ديالك حنا قلنا هنا ممنوع تعطي لو بوان دو في ديالك في لا كونكلوزيون تعطي لو بوان دو في ديالك وفي بعض الحالات كتبروبوزي ان سوليسيون فوالا هذه هي ا بو بري
le plan de travail, donc le marie-bisienne. خليكم تشوفوا الطابلو هكا باش من بعد تسكريني ولا تشوف تدخل عليه شي فكره. ونوجه واحد الكلمه للشباب والبنات والولاد اللي ضعاف شويه في اللغه الفرنسيه. كنذكركم بانه راه درنا حصص في لي فيديو القدام ابتداء من شهر سبتمبر، دي فيديو على تكوين الجملات، دي فيديو على لو بريزون، الاستعمال ديال البريزون، على لو باسي ريسون، الماضي القريب، ولو فيتور بروش، المستقبل القريب، لو باسي كومبوزي، لو فيتور سامبل، و لامبارفي. هاد لي طون غينفعوكم بزاف لانهم دائما كنت نديرهم وكنعطيك نصيحة كيفاش تستعملهم. وكاينين دي فيرب لي كثير الاستعمال بحال لو فيرب الي ولو فيرب فونيغ. لو فيرب الي تقدر تستعملو باش تعبر على البريزون، ولكن تقدر تستعملو ثاني باش تعبر على لو فيتور بروش، يعني المستقبل القريب اللي هو لو فيتور دو فاسون. وكذلك لو فيرب فونيغ تستعملو في البريزون، تقدر تستعملو باش تعبر على ماضي قريب، شي حاجة وقعت غير في الماضي القريب. باغ اكزومبل تقول il vient de commencer، يلاه بدا، il vient de réussir، يلاه نجح. دونك il vient plus 2 plus 1 verbe à l'infinitif égale le passé récent, le ماضي القريب. وهذه حاجة زوينة تكون عندك في التعبير ديالك. نتعلموا انصوم ان شاء الله لي كونيكتور دو ليزون، يعني لو مود ليزون، لي كونيكتور لوجيك، باش يساعدونا. ونعطيكم واحد المجموعه ديال لي زادجيكتيف و لي زادفيرب، يعني في تغني شويه الفوكابيلار ديالك. ونعطيكم واحد المجموعه ديال لي فيرب الاكثر استعمالا، الافعال الاكثر استعمالا. هادو كلهم غيكونوا في هذا الاسبوع هذا، باش من بعد نطلقوا ندير واحد التجربه ونشوف اللي مهتم مهما كان درجة الضعف ديالو في اللغة غيتحسن المستوى ديالو. لأنني شفت بزاف لي كا واللي ما مهتمش راه مغاديش يتحسن الوضع ديالو، غيبقى ديما هو مبلوكي راسو، هو راسو في طريق النجاح ديالو. والله يهدي ما خلق. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. vous avez des commentaires، des questions à poser، posez-les dans les commentaires، je vais essayer de satisfaire le plus nombre possible de mes lecteurs, inshallah. Ou à chaque fois, nous demandons inshallah à l'homme sincère, il a le droit d'inshallah, bihawlillah.